بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أصدقائي المتابعين. اليوم سأقدم لكم 3 تطبيقات يمكن تحميلها في هاتفك الأندرويد. سأضع روابط كل هذه التطبيقات أسفل الفيديو، والتحميل سهل، فقط أضغط على الرابط وسيحولك إلى جوجل بلاي. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل الجديد. ونذهب إلى الشرح. التطبيق الأول، والكرافت يعطيك صور ذات جودة عالية وتحميلها أيضا سهل، فقط تضغط على أي صورة هنا، نختار داونلود ونختار أوريجينال، ونقوم بسيت أوريجينال. هنا تختار الواجهة الرئيسية، يتيح لك العديد من الصور ذات جودة عالية كما تلاحظون. هذه الصور كلها عالية الجودة، يمكن تحميلها في هاتفك. التطبيق الثاني وهو عبارة عن دمج الفيديوهات الخاصة بك وأيضا التحكم في جودة الفيديو. مثلا نختار أي فيديو، هنا يقوم بقص الفيديو، تحويل الفيديو إلى MP3، هنا يحوله إلى الصوت، وهنا الدمج الفيديوهات. تختار أي فيديو تريده، مثلا هذا الفيديو، سأضيف فيديو آخر، وسأضيف فيديو آخر، وسنقوم بالتحكم في الجودة. هنا كما نلاحظ أعلى جودة هذه الأولى، هنا تختار لو، نحن نختار هاي لأننا نريد عالية الجودة. هنا نختار continue وسيقوم هنا الاسم، نقوم بالتعديل على الاسم ونقوم بالدعم. كما تلاحظون ننتظر وسيتم دمج الفيديوهات. هذا التطبيق اعجبني كثير وانا شخصيا استعمله، انصح الجميع بتحميله. نذهب الى التطبيق الاخير وهو ايضا التعديل على الصور والتحكم في حجم الصورة. هذا التطبيق أيضا يعطيك المقاس الذي تريده إلى الصورة، مثلا نختار أي صورة، مثلا سأختار الصورة الأولى ونعدل على هذه الصورة. هنا نختار الحجم الذي نريده، هنا نختار أيضا المقاس الذي نريده. كما تلاحظون هنا العديد من الأقاس. إن كنت مهتم في تغيير الصور والتحكم أيضا في حجم الصورة مثل ما تريد، روابط التطبيقات كلها أسفل الفيديو. أنصح الجميع بتحميلها. ولا تنسى عزيزي المشاهد أن تشارك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل الجديد إن شاء الله. وشكرا على المتابعة وإلى اللقاء.